دون ان شاء الله المؤتمر الثاني للطاقه هيتكلم عن الاستدامه وتنوع الطاقه والاستثمار في مجال الطاقه بصفه عامه. بيشرفنا طبعا رعايه السيد الرئيس لهذا المؤتمر، المؤتمر الثاني. والحقيقه هذا المؤتمر الهدف الرئيسي منه القاء الضوء على فرص الاستثمار في مجال الطاقه، سواء الطاقه الجديده او المتجدده او الطاقه التقليديه. فرص الاستثمار في مجال الطاقه النافوريه، واعتقد ان كلنا سمعنا عن الاكتشافات الجديده للغاز اللي تمت من اشهر قليله في المياه الاقليميه لجمهوريه مصر العربيه في البحر الابيض المتوسط. الحاله الاقتصاديه او الاجتماعيه لما بتتحسن بيزداد استهلاك الكهرباء دون زياده الافراد. فاحنا بنزداد الكهرباء لتحسن الحاله الاقتصاديه لبعض الناس ولزياده عدد المصريين ولزياده المشروعات الصناعيه والسياحيه والى اخره. تجمع كل ده يطلع عندنا زياده في حدود 7-8% سنويا، وزي ما قلت دي من اعلى نسب العالم. لو حسبنا ان من بقى 5 سنين تقريبا ما زودناش محطات كهرباء ولا عملنا حاجه، يبقى 7% سنويا في 5 سنين لازم الكهرباء تقطع. مصر ما كانتش مهتميه بالطاقه الجديده والمتجدده، لان كان جميع الطاقه في مصر اذا كانت بترول او كهرباء او اي حاجه كانت مدعمه، فكان سعر الطاقه رخيص جدا. كان لما يتعمل اي فيزابيلتي ستادي لاي مشروع بطاقة جديدة أو متجددة أو طاقة من المدعمة يبقى خلاص ما فيش وجه للمقارنة. إنما في العصر الحالي الطاقة الجديدة والمتجددة أنا أظن إنها هتبقى من الحاجات المهمة جدا. تبقى منافس، لازم تبقى الطاقة موجودة وتبقى كمان بأسعار قابلة للمنافسة، وإلا مش هتقدر تكمل. المؤتمر اللي بتعمله الجمعية يعني من الحاجات الجميلة اللي بدأ يعمل أويرنس في المجتمع المصري، لأن فعلا من غير الاستثمارات في الطاقة وإيجاد البدائل عن الحلول التقليدية اللي هي بدأت بالكهرباء بتتورد من المياه ثم من الوقود، الطاقة الجديدة والحاجات الجديدة كلها، هو ده التركيز. لأن وجود طاقة وبأسعار منافسة سينمي الاستثمارات في مصر، سواء صناعة سواء زراعة سواء سياحة، كل هذه الصناعات. الأهداف اللي بيسعى ليها المؤتمر أولا أن يبقى في تنوع واستدامة في الطاقة بخطة طويلة الأجل. أعتقد أن الحكومة يعني متوافقة معانا في هذا الرأي. الهدف الرئيسي من المؤتمر أن احنا نلقي الضوء. المؤتمر هيكون هو اولا تحت رعايه السيد رئيس الجمهوريه، وهيحضر ان شاء الله السيد وزير الكهرباء والسيد وزير البترول ووزير البيئه والسيد رئيس الوزراء ان شاء الله. الحقيقه المؤتمر هيكون عباره عن 3 ورك شوبس رئيسيه. الورك شوب الاولانيه تتكلم عن والحوار كله هيدور عن الطاقه الكهربائيه، الطاقة الكهربائية بأنواعها، سواء الطاقة الجديدة المتجددة أو الطاقة الحالية الكهربائية اللي بتولد من الغاز.